في ميونخ بألمانيا، أعلنت الأطراف الرئيسية في الملف السوري عن اتفاقها على ضرورة وقف المعارك في سوريا في غضون أسبوع وعلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فريدريكا موغريني قالت: حالياً الاختبار الحقيقي يتمثل في رؤية مدى تطبيق ما اتفقنا عليها. أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير فقال: لم نتفق فقط على تحسين الوضع الإنساني، ولكن أيضا على أن نقل المساعدات الإنسانية الأولية يجب أن يكون نهاية هذا الأسبوع. أما المتحدث باسم المعارضة السورية سليم المصلط فقال: للخلاص من هذه المحنة يجب أن نرى عمل على الأرض، يجب أن نرى تطبيق لذلك. إن رأينا جدية وتطبيق لذلك سنكون جاهزين للعملية السياسية. وكانت مفاوضات السلام قد انهارت هذا الشهر بعد بدء هجوم لقوات النظام السورية المدعومة بالطيران الروسي على حلب الواقعة شمال البلاد.